مرحبا وأهلا فيكم بقناتي. هنعمل اليوم ضفيرة الزعتر. الوصفة كتير حلوة وسهلة والمكونات كلها رح تكون مكتوبة بأسفل الفيديو. وما تنسوا تتابعوني على فيسبوك إنستغرام وتشتركوا بقناتي باليوتيوب. وهلأ خلينا نبلش. هعمل أول شي العجينة. عندي هون مي دافية ضفت لها سكر وخميرة، رح أحركهم كتير منيح وأتركهم على جنب لمدة 5 دقايق لحتى تتفاعل. رح أنتقل هلأ لبقية المكونات. عندي هون طحين، حليب بودرة، شوية ملح، شوي من زيت الزيتون، خليط المي والخميرة يلي تفاعلت عندي، وعندي شوي من البهارات. في عندي البصل البودرة، البابريكا، الأوريغانو والحبق الجاف. هلأ رح أعجن كل هالمكونات مع بعضها لحتى يتماسكوا عندي. ممكن تاخد معي من 7 لـ10 دقايق. وطبعا إذا ما عندكن هاي العجانة فيكن تعملوها على إيديكن. فهلأ من بعد مرور 10 دقايق تقريبا لاحظت إنه العجينة خلص تماسكت عندي وما بقى في شي ملزق على جوانب الوعاء. فهلأ رح شيلها من العجانة ورح حطها على سطح وبلش شكلها بإيدي لحتى تتكون عندي مثل كرة، كرة من العجين بهالشكل هيدا. شوفوا كيف الأعشاب كلها مبينة عندي، الأوريغانو والحبق عاطين العجينة ريحة كتير حلوة. هلأ بجيب وعاء بحط فيه زيت نباتي وأكيد بحط العجينة فيه وكمان بدهنها من كل الجهات بالزيت بهالشكل هيدا. وهالخطوة كتير ضرورية لحتى العجينة ما تنشف معنا هي وعم تختمر. هلأ أنا هون غطيتها بورق نايلون، غطيها كتير منيح لحتى ما يدخلها الهواء، وبخليها بمكان دافي لمدة 1.5 أو 2 ساعات لحتى ترتفع ويتضعف حجمها. هلأ أنا رح أعمل خليط الزعتر يلي حنحشي فيه هيدي العجينة. عندي هون كمية من الزعتر، رح ضيف عليها شوي من زيت الزيتون وشوي من الزيت النباتي. واليوم أنا عم بستعمل الزعتر الحلبي، كتير بحبه ونكهته كتير طيبة. فمثل ما عم تشوفوا عم حركن كتير منيح بهيدا الشكل لحتى يطلع عندي هيدا القوام. هلأ منجي للعجينة من بعد ما اختمرت وتضاعف حجمها. شوفوا لما يضاعف حجمها بهيدا الشكل انتو عرفوا انه العجينة كتير ناجحة معكن والنتيجة حتطلع روعة. رح حطها على سطح مرشوش طحين وقطعها نصين. انا اليوم ولهيدي الوصفة رح استعمل بس نص واحد من هيدي العجينة، والنص التاني رح حطه بالفريزر لاستعمال تاني بعدين. اوكي هلأ رح بلش شكل العجينة بإيدي لحتى تصير على شكل مستطيل تقريبا، يعني هيك مستطيل صغير ما ضروري يكون ظابط على الآخر هالشكل هيدا. وبعدين رح بلش مدها بالشوبك لحتى يصير طول العجينة 50 سنتي بـ20 سنتي، وسماكة تقريبا تكون من نص لواحد سنتي. فهلأ رح ضيف عليها خليط الزعتر يلي عملناه ورح وزعه على كافة العجينة بهيدا الشكل. رح وزعه بشكل متساوي وبس لازم تتركوا الأطراف من دون زعتر، يعني تقريبا نتركه 1 سنتي من دون خليط الزعتر. هلأ رح بلش لفها مثل ما عم بتشوفوا، ولازم بلش لفها من الجهة الطويلة بهيدا الشكل. اوكي عادي، يعني رح لفها لحتى أوصل للأخير وما أنسى سكر الأطراف كتير منيح. هلأ من فوق بترك حوالي 5 سنتي وبعدين ببلش قص هيدي العجينة لنصين مثل ما عم بتشوفوا. هلأ من بعد ما قطعت العجينة لنصين رح وجه الشكل المفتوح لفوق مثل ما عم بتشوفوا. رح أعمل هيك للنصين يعني، وهيدي الخطوة رح تعطينا نتيجة أحلى بعدين. أوكي فهلأ مثل كأنكم عم تعملوا أي جدولة أو أي ضفيرة، فبحط أول خصلة على الثانية. لازم كمان تنتبهوا انتو عم تعملوا هيدا الخطوة انه يضل الشكل المفتوح موجه لفوق، وبكمل بهيدا الطريقة لحد ما خلص هيدا العجينة ووصل للأخير. مثل ما عم بتشوفوا بلشت تتشكل عنا الضفيرة، شكلها كتير حلو من هلأ. لما اوصل للطرف الأخير بلزق الطرفين مع بعض بهيدا الشكل. هلأ رح اجمع الطرف الأخير بالطرف الأول لحتى تتشكل عندي مثل دائرة مثل ما عم بتشوفوا، وكونوا حذرين بهيدي الخطوة. هلأ رح اكبس الطرفين مع بعض لحتى يلزقوا. بعد هيك رح انقل هيدي الضفيرة على صينية تكون مبطنة بورق خبز او تكون صينية ضد الالتصاق. هلأ رح اغطيها، رح استعمل قطعة النايلون يلي استعملتها من قبل ورح خليها ترتاح لمدة 20 أو 30 دقيقة. بهالوقت لازم الفرن يكون محمى مسبقا على درجة حرارة 200 أو 425 فهرنهايت. وهلأ ما علي غير أني أدخلها الفرن لمدة تقريبا 30 دقيقة لحتى تحمر من فوق والعجينة تستوي. وهيدا شكل النهائي لما تخرج من الفرن. شوفوا كيف عن جد شكلها كتير بشهي وحتى شكلها حلو، يعني
كتير بسيطة يعني، هي بس عجينة وزعتر بس عملناها بشكل حلو، وهلأ عم قطعها لحتى فرشيكم من جوا كيف بتكون. والحلو بهيدي الضفيرة انه العجين من تحت بيكون كتير طري وبيدوب بالتم، وبنفس الوقت من فوق في عنا العجين اللي بيكون هيك عم بقرمش ومحمص، يعني كتير كتير طيب. فهيدي كانت حلقة اليوم، بتمنى تكون عجبتكم. فإذا حبيتوا هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتشوفوا فيديوهات الباقيين. أنا بشوفكن بفيديو تاني، باي.